توقعاتك ايه للمباراه النهارده؟ ان شاء الله المنتخب هيكسب. ان شاء الله 2-0 للمنتخب. ان شاء الله مصر هتفوز باذن الله. باذن الله هنصعد نهائي وهنصعد كمان اولمبياد باذن الله. ان شاء الله 2-0 المنتخب باذن الله النهارده. فوز ان شاء الله 1-0. ان شاء الله هنكسب لان هيبقى ماتش صعب شويه. اهداف مصطفى محمد ورمضان، يعني 3-1 مصطفى محمد ورمضان صبحي وممكن صلاح محسن. ريان جون في الشوط الثاني ومصطفى محمد في الاولاني. ان شاء الله 2-1. رمضان صبحي هيعمل النهارده مفاجاه، ممكن هو اللي يكسبنا الماتش كمان. ان شاء الله مصطفى محمد هيجيب جونين. ان شاء الله اتوقع فوز صعب في الدقيقه الاخيره ان شاء الله.